لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أضف لذة للصلاة وثلاث وسائل أخرى من الوسائل التي تعيننا على الخشوع في صلاتنا. أولها ترك العجلة في الصلاة. العجلة في الصلاة شغل للقلب. العجلة في الصلاة تلهي القلب وتقطعه عما هو فيه من مناجاة ربه. العجلة في الصلاة تصل بالعبد إلى فقد الطمأنينة، وإذا فقدت الطمأنينة في الصلاة صارت صلاة باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. صححه الألباني. وهذا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يذكر لنا كيف كان اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على مرأى ومسمع من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يقول: الله أكبر، فيركع ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه. يعني إذا كان راكعا لا يرفع رأسه ولا يخفض، بل يجعل الرأس في استواء مع الظهر، ثم يقول ويضع يديه على ركبتيه، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، ثم يهوي ساجدا. وتأمل في قوله يعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، وهذه هي الطمأنينة. ثم يهوي ساجدا ويقول: الله أكبر، ثم يجافي ويفتح عضديه عن بطنه، ثم يثني رجله اليسرى ويقعد عليها ويقول: الله أكبر، ويعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه، طمأنينة أيضا. ثم يهوي ساجدا ويقول: الله أكبر، ثم يكبر فيثني رجله ويقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم ينهض فيصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح. رواه البخاري وغيره. ولما رأى رجلا لا يطمئن في صلاته سلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تأمل في قوله فإنك لم تصلي، وهذا أعربي، وربما قال البعض: طيب أنا معذور، أنا لا أعرف، أنا لم أتعلم. لو كان أحد يعذر لكان هذا الأعرابي، وإنما قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك بسبب العجلة في صلاته وترك الطمأنينة. وربما بعض الناس في هذه الأيام يحتاج أن تقال له هذه العبارة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما أعاد الرجل مرة بعد أخرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الصلاة وبين له كيف تكون الطمأنينة فيها. لذا ذكر العلماء أن الطمأنينة ركن في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فإذا فقدت بطلت الصلاة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل، لا تكون مجزئة حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، لأن البعض يسرع في الركوع ما ينزل حتى يرفع مباشرة ويسجد فلا يطمئن ولو بمقدار تسبيحة واحدة، فهذا صلاته باطلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن شيبان الحنفي قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة
لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وفي لفظ لمن لا يقيم أو إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، حينما يرفع من الركوع لا يمكث، يعني لا تقول ثوان حتى ينزل مرة، حتى ينزل مباشرة إلى السجود، لا يطمئن فيما بين الركوع والسجود، ولو أيضا بمقدار تسبيحة فهذا أيضا صلاته باطلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب، وذلك لأنه لا طمأنينة في من يصلي كذلك كالغراب حينما ينقر الرمة ويأكل من الحيوان الميت أو غيره من الطعام، فلا تتم صلاة إنسان بهذه الصورة ولا تجزئ ولا تقبل. وبين أن صلاة المنافق أنه يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، يعني هذا كمثل بالنسبة لصلاة العصر، يؤخرها إلى غروب الشمس، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان أو شكت على الغروب قام، اسمع، فنقر أربعا، نقر، تأمل في الغراب أو الديك حينما ينزل ينقر الطعام كيف تكون السرعة، لا يذكر الله فيها إلا قليل. فالمنافق يضيع وقت الصلاة ويضيع فعلها أيضا، ولذا فهي صلاة غير مقبولة. أحبتي، الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لابد من صلاة تامة تقيت القلوب وتحييها. قال أبو عبد الله الأشعري الشامي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الرمة، إنما مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا. فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وهذه تراها بكثرة، من يتوضأ والماء لا يصل إلى مؤخرة القدم بسبب العجلة والسرعة، هذا الجزء يعذب في النار بسبب ذلك، ويل للأعقاب من النار. ثم قال: وأتم الركوع والسجود. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته وأقبل عليه قال له حذيفة: ما صليت مع أنه صلى، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، يعني تأمل معي في الدعاء وكم يستغرق من الوقت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، وغير ذلك من الأدعية: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الإنسان الذي تعز عليه صلاته ويحب صلاته ولها عنده قدر لا يتعجل فيها، بل يركع ويطمئن ويزيد الطمأنينة، وليس أنه يرى الصلاة حملا وعبئا ثقيلا يريد أن ينتهي منه. سبحان ربي العظيم ويتأمل فيها، يتلذذ بها ويستمتع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هكذا، ثم يضيف ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. الوسيلة الثانية من وسائل الليلة أن تصلي صلاة مودع، أن تستحضر في ذهنك أنها ربما تكون الصلاة الأخيرة، صلاة مودع. ألم ترى أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي الصلاة، لكبيرة إلا على الخاشعين. انظر بعدها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فذكر الآخرة يجعل الصلاة خفيفة على المصلين، من أكثر من ذكر الآخرة رزق الخشوع في صلاته، وهذا المعنى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ذكر الآخرة، فقال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكره حري أن يحسنها أو يحسنها. اذكر الموت في صلاتك. طيب، والسؤال كيف أفعل ذلك لنكن عمليين؟ كيف أذكر الموت في صلاتي؟ ها؟ بالدعاء إزاي يعني؟ كده ألاقي موقف يفكرني بالموت. طب ما فيش مواقف الأيام اللي فيها مواقف هذكر الموت اللي ما فيهاش حصل لي؟
ازاي احس انها اخر صلاه؟ ما انا حاجه اصلي وهنصلي دلوقتي، دلوقتي صلاه التراويح، اعمل ايه عشان احس ده؟ برضه مصممين، احس ان في حد واقف ورايا وهيقتلني. طب ليه كده؟ وحتى لو كان كلامك ده صحيح، ازاي احسها؟ يعني كل ما اجي اصلي هطلع ورقه مكتوب فيها احس ان في حد ورايا، اعمل ايه؟ خلينا عمليين. الله ينور عليك. القراءة عن الموت، القراءة قراءة الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الموت، ولا تكفي القراءة وحدها بل الإكثار. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكري هادم، أكثروا. الناس الآن ربما لا تذكره، الناس لا تتذكر الموت إلا إذا كانت في جنازة أو في مستشفى ومات لها ما تتذكر الموت، أما ما سوى ذلك لا ينغصون حياتهم بذلك، بل من ذكره أمامهم ربما تشاءموا بسبب هذه الكلمات. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير الرحيم الرؤوف بالأمة قد أمر بالإكثار من ذكر الموت، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هما شاغلا للعقل والقلب. الإنسان دوما يستحضر أنه غير مقيم، أنه مسافر، أنه على سفر، أن الأجل قد اقترب. لذلك كان بعضهم يقول من أطال الأمل أساء العمل. أطال الأمل، لسه بدري واحنا لسه شباب، ولما نكبر حتى الواحد يتعب له شهرين ثلاثة كده وبعد كده نفكر نموت. يبقى هذا الأمر حال الناس لأنهم لا يقرؤون ولا يسمعون المواعظ التي تتحدث عن الموت. وسل الحضور، سل المصلين حتى، من منهم معه كتاب يتكلم عن الموت يقرأ فيه مثلا 3 صفحات كل ليلة، حتى يستحضر أنه على سفر، أنه غير مقيم، أن هذه الدنيا ليست هي الوطن، بل هو يعد العدة للدار الآخرة. هذا معنى مهم. تسمع مثلا السلاسل التي تتكلم عن اليوم الآخر والعالم الأخير وما يكون فيه من المشاهد والأحوال والأهوال، فهذا يجعل الموت منك دوما على ذكر. فإذا جلست تقرأ القرآن كنت ذاكرا له، وإذا قمت بين يدي الله في الصلاة كنت ذاكرا له، وهكذا. فذكر الموت يجعلك خاشعا خاضعا مستحضرا لهذه الأعمال التي تؤديها ولثوابها وفضلها، فتنتفع بها غاية النفع. قال وصل صلاة من لا يظن أنه يصلي غيرها، يعني كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة لي. وأكد ذلك أيضا في قوله صل صلاة مودع، صل صلاة مودع. إخواني، استحضار هذا المعنى واستيلاء هذا الشعور على نفس المصلي يجعله يصلي بحضور قلب، يجعله يصلي بطمأنينة وخشوع، بخلاف من استولت الدنيا وشهوات الدنيا على قلبه وعقله وفكره، فالأمر مختلف تماما. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. الوسيلة الأخيرة، التهيئ للصلاة قبل الدخول فيها، التهيئ للصلاة قبل الدخول فيها. وذلك يتحقق بعدة وسائل، منها ألا يصلي وهو يشتاق أو يتوق أو تتوق نفسه إلى الطعام. الإنسان الجائع الذي تتوق نفسه للطعام لا يدخل في الصلاة وهو جائع، لأن ذلك لا يجعله يحسن صلاته، بل يطعم أولا ثم يصلي. وبالتالي فلا يتعمد الإنسان أن يضع الطعام قبل الصلاة، بل يرتب أوقاته حتى لا تتعارض مع أوقات الصلاة فتضيع عليه الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين، أو ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ونفسه تتوق للطعام لن يحسن مناجاة الله ولن يحسن القيام بين يديه سبحانه. فإذا كان هذا التوقان الشديد للطعام يصرف الإنسان عن الخشوع فليبدأ أولا بالطعام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء بفتح العين فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا. تنفعش المغرب؟ ها؟ طيب وهي كده فعلا، قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. شوف الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، لا تعجلوا، يعني اطعم، خذ، أكل، اشبع، يعني خذ حاجة، بلاش اشبع دي، خذ حاجتك من الطعام،
خذ الثلث حتى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الناس بتاخد بتمسك وبتصدق أنت تقول كلمة بالك وتقول هو قال. فيكره ابتداء الصلاة والإنسان تتوق نفسه إلى الطعام، ولذا شرع لك إذا وضع الطعام ووضع العشاء قبل الصلاة سواء كانت صلاة مغرب أو عشاء أو غير ذلك ونفسك تتوق إليه أن تبدأ به. كذلك يكره الدخول في الصلاة حاقنا، كمن مثلا يريد أن يدخل الحمام وبه مثلا احتباس بول أو إمساك ريح أو غير ذلك، فهذا يجعله لا يخشع في صلاته، فعليه أن يقضي حاجته قبل أن يدخل في الصلاة. وشيخ الإسلام له فتوى جميلة في هذه المسألة، يقول إذا كان على وضوء وهو حاق ولا يجد ماء، ما الإجابة؟ هو على وضوء ماشي يصلي على حاله بس حاق، يعني عايز يعمل حمام، فلو صلى هيصلي وهو ايه؟ طيب لو عمل حمام مفيش ميه يتوضأ. شوف الفقه بقى، قال اذا كان على وضوء وهو حاق ولا يجد ماء فيحدث ويتيمم. قال اذ الصلاه بالتيمم وهو غير حاق افضل من صلاته بالوضوء وهو حاق، فصلاته مع الاحتقان مكروهه وفي صحتها روايتان، وصلاه المتيمم صحيحه بالاتفاق لا كراهه فيه. قال ولو خاف فوت الجماعه وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال وحرم انشغاله بغيرها. من التهيؤ ايضا اذا كان الانسان ينعس في صلاته ماذا يفعل؟ طبعا دي صلاة ايه؟ النافلة، لان الفريضة ما فيش مجال للايه؟ النعاس وقتها يسير. قال صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم. بس في مشكلة هنا، ان هو كل مرة بينعس، كل ما بيقف يصلي ركعتين قيام الليل ينعس، فمش هيبقى كل مرة ينام بقى. لا، خذ راحتك وكفايتك من النوم وصلي، ولو ان تصلي صلاة خفيفة، ولو ان تقرأ فقط بالمعوذات أو بالإخلاص، فهذا أفضل من أن تترك الصلاة كلية. ولذا في الحديث الآخر ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد. هو لا يصلي ابتداء هذا النشاط، هو يرقد من البداية، مع أن الحديث قال ليصلي أحدكم نشاطا، يعني هناك إيه؟ هناك وقت قد تستطيع الصلاة فيه وتستطيع الصلاة معه. أما إذا وصلت إلى حالة النعاس في هذه الحالة ترقد، فلينم حتى يعلم ما يقول. فعلى المصلي أحبتي أن يهيئ نفسه للصلاة قبل الدخول فيها، وأن يستحضر أنه مناج لربه سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب التي تعينه على إحسان هذا الوقوف وهذا الخشوع وهذه المناجاة. وغدا مع ثلاث وسائل أخرى للخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.